طيارة سيد انا اريد صفاء يفتح له هذا الطريق بس الوراك فهمك انت هذا الحول شكون ولا خليه يحاول فرقه الفتن وين الرابط يا ابو سيدي في الرابط الموقف الرابط طيب العميد الفحيده يعني يا سيدي وعمايا مع الفنان يسد نفس الشيء يسد كل المهمه كل احنا شوي عجله لا 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 سلام زين سلام
حي السكر خلاص مستقبل خلص. هذا اسمه حي الرفاق. طبعا خايفين عليه الفارابي بس هو الرفاق ومعروف عند العالم الرفاق. صباح هذا اليوم قمنا بجولة تحضيرية للأحياء المحررة أخيرا وهي حي المثنى وكذلك حي الرفاق، وقمنا بالاطمئنان على المواطنين وكذلك التنسيق معهم لأغراض توفير كافة المستلزمات الغذائية، وقمنا بالتنسيق مع الهجرة والمهجرين حول إرسال المساعدات عن طريق الوكلاء لأغراض التوزيع. حاليا نحن نقف على مشارف حي البلديات، واليوم هو جبنا الفتح ثغرة في خط الصد في حي البلديات بالقرب من مستشفى الربيع ثم التوغل إلى هذا الحي والسيطرة عليه بالكامل. أيضا هناك محور آخر لقطاعات قيادة العمليات الخاصة الأولى والثالثة باتجاه حي السكر، وإن شاء الله اليوم العملية تتم على خير وجه. خلال التقدم أيضا قام العدو بزج العديد من السيارات المسيرة اللي وثقت حضرتك، هي وحدة من عندها قامت قطعاتنا بإسقاطها. كانت هذه تقوم بإلقاء بعض القنابر الصناعية لكن لم تصل إلى أهدافها وتم إسقاطها من قبل قطعاتنا. بعد أن تم تطهير حي المثنى بشكل كامل، حاليا نحن نقف على السايدين اللي يفصل بين حي المثنى وحي البلديات والسكر. صباح هذا اليوم باشرت قطعاتنا باقتحام حي البلديات وحي السكر. خلال عملية التقدم تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة للعدو. أحد هذه الطائرات هي طائرة تحمل رمان يدوي تلقيها على القطعات أو الرتل اللي يتقدم.
الحمد لله والشكر تمكننا من اسقاطها بجهود جهاز ابطال جهاز مكافحه الارهاب، وان شاء الله التقدم مستمر الى ان يتم تحرير الساحل الايسر، وما بقى ان شاء الله الا شيء قليل ويخلص ان شاء الله الساحل الايسر ان شاء الله. زي رساله توجهها للعوائل ان نطلب من اهلنا باهل الموصل من المتواجدين في الساحل الايسر خصوصا التواجد في منازلهم وعدم الخروج الى الشوارع حتى لا يتسبب اي احد باذى، وان شاء الله التحرير قادم ان شاء الله خلال ايام قليله ان شاء الله. Thank you.